السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا. نعم تفضل. الله يحفظك شيخنا. لو سمحت، أنا حاليا شغال في السعودية، تمام، وابن خالتي في مصر. كان طلب مني من حوالي أسبوع إن أنا أسدد ليه واحد هنا عليه مبلغ هنا في المملكة برضه، معايا هيجيني المكان شغلي وهسدد له مبلغ عليه، هو على ابن خالتي اللي في مصر. المبلغ ده 15,000 ريال، تمام. فسددت له، قلت له معيش المبلغ، هسدد جزء دلوقت وجزء الشهر الجاي. فسددت للراجل الذي سددته تأخذه، سددت ريالات تأخذ ريالات، سددت جنيهات تأخذ جنيهات.